الارقام بالامضه، ورق رسمي يعني. تمام؟ ده غير الاكياس اللي جوه. لا احنا بقى الاكياس اللي جوه هنحطه كلكم، والناس اللي معاها كاميرات على ترايبود تاخد كده على الشولدر عشان هنفرجكم معرضنا الخاص. احنا عاملين دايره انتخابيه من غير صندوق، دي الحاجه اللي احنا ما رضيناش نجيبها، بس احنا عندنا تقريبا اوضه كامله هنفرج حضراتكم فيها الحكايه دي. قبل ما ننتقل من هنا، زملائي في اندلس هيعرضوا تقريرهم الخاص بالاعلام. الحاجات اللي جات لنا من جماعة الدوائر. عدد المطاعن المفروض المحكمة النقض هتجيبها. يعني زرع احنا التانية. اه.